السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من المشهد السوداني، والذي نناقش فيه اليوم اعتصام الغصر الجمهوري والجهات الداعية إليه وردود الأفعال، بجانب تحليل من تصريحات الدكتور جبريل إبراهيم والحديث عن الخلاف بين المكونات السياسية ودعوة حمود حمدوك لحل الحكومة، بجانب المظاهرات الطلابية في الفاشر وقلاء الأزعار وتداعيات إغلاق الشرق. يسعدني في هذه الحلقة أن يكون معي الدكتور خالد حسين الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور. تحية لك الأخ كروم، والتحية للإخوة مشاهدي طيبة، والتحية للإخوة المرابطين في ميدان الاعتصام في جوار القصر الجمهوري. التحية اليوم. مرحبا بك دكتور. وقبل ما نبدأ نشاهد هذا التقرير عن المشهد السياسي في الفترة الأخيرة حتى الوصول إلى قصر الجمهوري أو اعتصام القصر الجمهوري، نشاهد ثم نعود. السودان ما بعد حادثة الانقلاب لم يعد كما كان. كانت تلك الحادثة هي القشة التي قسمت ظهر الشراكة بين المدنيين والعسكر، ليوجه البرهان ونائبه حميتي سهام النقد للمدنيين ويحملونهم السبب بما وصل إليه السودان. الوضع في الشرق ليس على ما يرام، إغلاق تام، فلا طرق تسير ولا موانئ تعمل، وذلك لتهميش الحكومة لمطالب أهل الشرق بإلغاء المسار وتشكيل حكومة وطنية غير حزبية. تلك الأحداث ألقت بظلالها على الحرية والتغيير التي انقسمت إلى فريقين، وكانت قاعة الصداقة شاهد على ذلك، وأصبح كل طرف يحشد الشارع على الآخر. 16 أكتوبر كان علامة فارقة في المشهد السوداني، إذ خرجت جموع غفيرة إلى الشارع لتندد بما وصلت إليه البلاد من وضع اقتصادي وسياسي مأزوم، وطالبت الجماهير الفريق البرهان بإصدار بيان بحل الحكومة وتشكيل حكومة وطنية غير حزبية. تحولت المظاهرات إلى اعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب، ولاقى الاعتصام تأييدا سياسيا وشعبي. المراقبون للوضع السياسي يرون أن الأمور تتجه نحو التصعيد والهدف. الضغط على حمدوك لحل الحكومة وتشكيل حكومة وطنية مهمتها إيصال البلاد إلى صناديق الاقتراع، ويرون أيضا أن الحرية والتغيير بشقيها تهدف من تحشيد الجماهير إلى تحقيق غايات سياسية بعيدة عن هموم المواطن. ويبقى السؤال، هل السودان مقبل على تحول سياسي جديد؟ ويبقى السؤال دكتور، اعتصام القصر الجمهوري في يوم الثاني يعني، وشروط تم تحديدها من قبل المعتصمين، منها حل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة وتكوين حكومة كفاءات مستقلة. أولا، كيف تنظر للاعتصام في يوم الثاني والمشاهد الموجودة يعني حاليا؟ التحية مرة أخرى للإخوة المعتصمين في بجوار القصر الجمهوري. هذا الاحتشاد وهذا الاعتصام الذي كان بالأمس عبارة عن مظاهرات، هذه المظاهرات أو هذا التجمع الكبير الذي أحدث حقيقة توازن تماما في الشارع السياسي السوداني، مش توازن حقيقة إلى حد كبير جدا، جرد هذه المجموعة اللي هي مجموعة الأربعة، والذين كانوا إلى حد كبير جدا يستخدمون الشارع للضغط على العساكر لتحقيق أهداف خاصة بعيدة عن الأهداف الشعب السوداني وعن أهداف التي قامت من أجلها الثورة في أبريل من 2019. حقيقة هذا الاحتشاد وهذا التجمع بهذه العددية وبهذه الكثافة، واللي كان إلى حد كبير جدا رسالة موجهة للداخل والخارج بصورة معا. بالنسبة للخارج إلى حد كبير جدا كانت مجموعة الناشطين السياسيين الموجودين في الداخل، وبما يتميزونه من كذب ولا يرغبون في ذلك إلا ولازمة، ويتحدثون الكذب كما يتنفسون. وهؤلاء القوم الذين في الخارج طبعا إلى حد كبير جدا الكذب يمكن في مجتمعاتهم ما غير موجودة، وما بتخيل أنه في زول ممكن يكذب عليهم. فطيلة هذه الفجر الفتوى كانوا حقيقة في كأنهم مسحورين أو كأنه حل بهم السحر، ولم يتبينوا الأوضاع بصورة واضحة في داخل السودان. ده بالنسبة للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي. نعم. فكان هذه المسيرة التي خرجت من الشعب السوداني رسلت رسالة واضحة جدا للعالم، ووضحت لهم الصورة الموجودة، وكشفت لهم العجز الذي كان يعني يتميز بهذه المجموعة التي كانت تحكم السودان، وتثبت تماما فشل الادعاءات التي كانوا يعني يدعونها للخارج، والذي كان لا يدري إلى حد كبير جدا
كيف تسير الأوضاع في داخل السودان. دي واحدة. المسألة الثانية ودي طبعا الأهم في تقديري ويعني يمكن إلى حد كبير جدا، هي كانت الرسالة التغطت ابتداء بعد الانقلاب الأخير أو المحاولة الانقلابية الأخيرة، وعندما خرج محمد الفكي ليستنجد بالشارع لكي يهب كما فعل الشعب التركي عندما حاول الجيش ينقلب على أردوغان. نعم. فتخيل هو بنفس الطريقة يعني ولم يجيبه لذلك أحد. نعم. ولم يخرج. لكن يا دكتور نعم. معلش المقاطعة، لكن لماذا الشارع أصبح بهذا البرود؟ يعني ما فقط دعوة محمد الفكي، حتى في دعوات كثيرة يعني أنت بتجد إنه في لا مبالاة، بعكس ما كان موجود يعني في 2019 و 2020 كان في حركة للشارع بشكل عفوي في كل مطلب. نعم. أو كل دعوة. نعم. لماذا الآن هذا البرود من الشارع؟ هو ليس برود. يعني؟ هو ليس برود حقيقة. يعني صحيح يمكن يكون الشارع كان في الفترة الفاتت من بداية الثورة إلى حد هبو، يمكن قبل هبو دي كان الفتور الذي تذكره، لكنه حقيقة يعني كان الشعب يعني يعيش الأمل، وكان بيتخيل إنه هذه الثورة التي يعني أتت بشعارات معينة اللي هي السلام والعدالة، وإنه أهم حاجة سار عليها الشعب اللي هي كانت الصفوف الموجودة، إذا كان في صف البنزين ولا إذا كانت في صف العملة ولا كانت في صف الخبز. يعني المشكلة الاقتصادية، المشكلة الاقتصادية. نعم. هي اللي كانت السبب الأساسي اللي خلت كمية من الشعب السوداني أن يخرج، واستطاع اليسار بصورة مجملة أن يستخدم هذه الأوضاع ويستغل حماس المواطنين لإزالة ما حل بهم إلى حد كبير جدا، ويحاول يشيطن ويغير المسألة تماما من مطالب اقتصادية لشيطنة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وبالتالي أصبح يلتف حول هذه المسألة. يعني لم يستثمروا الفرصة التي يعني جاتهم أو أوجدتها الثورة بفرصة تاريخية. كان يمكن اليسار إذا فعلا انتبه للمسألة للقضايا بتاعت الجماهير التي خيّدت من أجلها واللي هي لقمة العيش حقيقة، لو انتبه في هذه المسألة واستطاع أن يحقق رغبة الجماهير كان إلى حد كبير جدا لن يكون للحركة الإسلامية للمؤتمر الوطني وجود. لكن للأسف الشديد هم انشغلوا بعقلية أركان النقاش زي ما ذكرنا قبل كده، والنشطاء السياسيين وأنهم زي ما بعبرهم اللي هم يسموها سوى وقت الخلا. نعم. وبالتالي حاولوا لم ينتبهوا للمسائل الحقيقية، فبالتالي المسائل أو المشاكل أصبحت تزداد. الشعب السوداني يشعر بهذه المسائل. كان في أمل، يتضاءل الأمل ويتضاءل الأمل لحد ما انتفى الأمل تماما، وليه إنه بصورة واضحة جدا إنه هذه الممارسات التي تمارسها هذه المجموعة وهذه القلة هي في النهاية لا تحل إشكالاته. وبالتالي كان في البداية زي ما قلت البرود التدريجي ومع انخفاض الأمل لحد ما غاب الأمل تماما، وبقت المسائل غير لا تطاغي يعني بالذات فيما يتعلق بمعاش الناس. نعم. هي دكتور طبعا المشكلة الاقتصادية ما في اثنين ثلاثة. نعم. اللي بدأت بالتغيير في الفترة الأولى يعني كانت محمسة لكل فرد. نعم. يمكن انضم للتغيير أو لدعوات التغيير أو للحراك اللي انتظم في ديسمبر من العام 2019. نعم. لمشكلات اقتصادية ولحياة أفضل. نعم. بعدها وضحت الأمور ووصلنا إلى هذه المرحلة اللي ما يعني غايبة على أي شخص. نعم. واللي هي وصلت بنا إلى هذه المرحلة. نعم. لكن يا دكتور أنا في النقطة دي دار تعليق على مشهد الاعتصام. نعم. الحضور والوجود. نعم. مصهر الأكل والحركة والمسرح والممارسات الموجودة من خطابات من غناء من بعض الأشياء النشاطات الموجودة الثقافية. نعم. المشهد دايته بتقرأه فيها اتجاه خاص إنه الطرف الآخر بيحاول يوصل صورة أو يرسل صورة في أنه دي مجموعة من النظام السابق، دي مجموعات عندها مصالح، ومعروف جدا إنه المجموعة التي قامت باعتصام القصر هي المجموعة الأخرى أو قوى الحرية والتغيير بقى. أنت نظرتك للمشهد ده كيف؟ أخي الكروم، هو الموجود الآن في الشارع ده لا يختلف في في في, في الاعتصام في القصر الجمهوري لا يختلف اختلاف كبير عن الاعتصام اللي كان في أبريل 2011. هو كان الشعب السوداني. نعم. صحيح يمكن يكون يعني في الفترة الفاتت كان الوجود كثيف للشباب، لكن على الأقل من كانوا يحركون الحراك واللي هم
تجمع المهنيين، وطبعا دي مظلة تحتها الأحزاب اليسارية. الشارع ما كان مدرك لهذه المسألة، وبالتالي تحت هذه المظلة استطاعوا اليساريين إلى حد كبير جدا يحرفوا هذه المجموعة الموجودة في داخل ميدان الاعتصام، وبالتالي كانت تلك الممارسات المشينة التي كانت تمارس في 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 الاعتصام أمام القيادة العامة. ما جزء من تكوين الشعب السوداني ولا يحترم الشعب السوداني ولا يحترم بمن يقوم بمثل هذه الممارسات. لكن لأنه حقيقة اليساريين كانوا يريدون هذا، ويريدون استخدام هذه المجموعة واللي هي في النهاية لم تستبين أي شيء يعني. وبالتالي كان الاستخدام لهم بصورة مستمرة إلى أن وصلنا التناوص التدريجي اللي هو 30 يونيو وما قبل 30 يونيو عندما دعا الحزب الشيوعي لإسقاط الحكومة. وبالتالي على الرغم من الدعوة للحكومة أصبحت جزء من وجدان الشعب السوداني، لكن لأنه الذين يقومون بالدعوة هم جزء من الحكومة، فبالتالي كان هذا الفتور. وكانت إشارة واضحة جدا للناس لو أنه بيدركوا وبيعرفوا السياسة وبيحللوا تحليل سياسي واضح إنه يا أخواننا ألحقوا حالكم، الشعب بدأ ينفض عنكم. كانت قمة الانفضاض زي ما قلت لك الأخ كروم اللي هو في 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 بعد المحاولة الانقلابية. في هذه اللحظة تماما يعني لم يستجيب الشعب السوداني ولا بالقليل. ودي اللي خلت العساكر على الأقل يأخذوا المواقف القوية، لأنه حقيقة السلاح اللي كان بيستخدموه القحاتة ضد العسكريين طيلة الفترات دي سلاح الشارع. سلاح الشارع. نعم. فعندما جاءت مسألة الانقلاب وبالتالي كان عدم الاستجابة من الشارع للقحاتة، فبالتالي خلى العساكر يعني يمشوا يقفوا هذه المواقف القوية وينحازوا بصورة كاملة للشعب. المسألة الثانية برضو أنا أفتكر الشارع الآن الموجود أو على الأقل زي ما قلت لك ده هو الشارع السوداني، لكن على الأقل عادت للشارع السوداني في 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 شارع القصر الآن أو أمام القصر الجمهوري الآن الصورة بتاعت الشعب السوداني. ممكن نسميها توازن يا دكتور، نسميها دي مظاهر من مظهر مظاهر التوازن للشارع. لا مش توازن، أنا الشارع واحد. أنا ما شفته حكاية انقسام الشارع ده ودير عندهم شارع ده، الشارع هو واحد. ودي الغالبية العظمى، يعني أنت في النهاية في عضويات ملتزمة تجاه الأحزاب المختلفة. هذه المجموعة بسيطة يعني. هذه المجموعة الحاكمة عضويتها الملتزمة محدودة جدا. الأحزاب الثانية عندنا ثلاثة أحزاب، لو كان المرجعية بتاعتنا آخر انتخابات اللي هي كانت جرت 86 اللي هو حزب الأمة للتحالف الديمقراطي المؤتمر الوطني أو الجبهة الإسلامية، ده كان الترتيب بتاع هذه الأحزاب. في الثلاثين سنة حصلت كمية من المتغيرات، جزء منها خصما على الأحزاب وجزء منها إضافة للمؤتمر الوطني باعتبار أنه كان هو الحزب الحاكم وما تميز السلطة بالنسبة للحزب. فبالتالي كانت العضوية بهذا الشكل وبهذه الصورة. أما الأحزاب اليسار هي في تاريخها ما كان عندها عددية وموجودة في صفوة محدودة جدا. صفوة محدودة جدا وعددية بسيطة جدا. فالشارع هو الشارع الذي يستطيع أن يحرك الشارع. يعني تحريك الشارع ده ليس بالمزاي، تحريك الشارع ده بمعرفة مطالب الشارع والتفاعل مع هذه المطالب وطرحها بالطريقة اللي بتخلي الشارع يتفاعل. طيب يا دكتور في النقطة دي هو ده سردي تاريخي مرتبط بالواقع الآن. مهم. لكن في النقطة دي في حديث عن إنه، وده كلام اتقال حتى الليلة في المنصة من عدد من القيادات، دكتور جبريل برضو تحدث فيه وحنستمع له بعد شوية، لكن في حديث وفي أغاويل وبتنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المضاد للحراك الموجودة في أنه دي عضوية محشودة. في حديث عن الصرف حتى للاعتصام، يعني الصرف المالي والإعاشة الموجودة وكذا، يعني في أحاديث وهمس في الموضوع ده، يعني تنظر له كيف أنت يا دكتور؟ هو ده أنت في النهاية ما كحزب بغض النظر عن الموجود في الشارع من الآن أو كقوة إدارة تحرك الشارع، لا بد أنه يكون عندك مقدرة للصرف. أي حزب من الأحزاب وأي قوة من القوى يعني لا بد أنها تكون عندها مقدرة عشان على الأقل تواجد الناس في 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 الناس ما بيوتهم قاعدين في الشارع، لا بد من يأكلوا، لا بد من يشربوا، لا بد
من 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 كميه من الاشياء تكون موجوده من باعتبار امر طبيعي وحوافز وامر طبيعي. كان في اعتصام القياده العامه وكان التمويل من الداخل ومن الخارج. نعم. نعرف ناس اسامه داوود بعرباتهم بيتحركوا بتجيب الحاجات في داخل الميدان. نعم. بنعرف وتكلموا بعظمه ألسن اذا كان الناشطين المختلفين ارسلوا له 80,000 دولار ورسلوا 300,000 دولار من امريكا. نعم. ورسلوا له من وين رسلوا له من وين لهذه المطالبات. الميزه الان من الشعب السوداني وليس من أي جهة خارجية، من المواطنين السودانيين الذين يمثلون الآن زي ما قلت لك الآن هذا الشارع عاد لصبغة السودانية بما فيه من كرم، بما فيه من تكافل، بما فيه من خدمة الغير، بما فيه من سماحة، بما فيه من غامض الصلاة. نعم. على الرغم من أنه القيادة العامة كان في صلاة، كان في صلاة لكنها كانت محدودة. الآن عندما يعني انا اليوم متابع صلاه العشاء. نعم. متابع صلاه العشاء في 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 الميدان. اوقف تماما النشاط والكلام للصلاه واذن من المنصه للاذان. نعم. من للصلاه اذن من 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 المنصه. والناس الصفوا بعد ذاك صلوا بعد ذاك جو وواصلوا. دي السمه بتاعت المجتمع السوداني ودي السمه بتاعت الشارع السوداني. الشارع السوداني الان عاد لطبيعته وده بالمناسبة التغيير الحصل ودي الخلع اللي حصلت للقحاتة باختلاف مسمياتهم. لكن أخ كروم إلى حد كبير جدا أنا بفتكر المسألة دي الناس ديل يعني هيلقوا يوم من الأيام يصبحوا أو على الأقل يعني بيلقوا كل شيء انتهى اللي هي القزازة تكسرت والزيت يتدفق فيها. نعم. أو اللبن يتدفق منها. لأنهم إلى الآن شقالين بعقلية تعليق ما يحدث على الشماعة بتاعت النظام السابق أو أنه هذه المجموعة هي مجموعة تابعة للمؤتمر الوطني في حين أنه أي متابع وأي سياسي بيعرف أنه بيعرف أنه الحركة الإسلامية بفئات المختلفة الآن تتفرج في هذا المشهد. نعم. على الأقل تتفرج يا دكتور ولا جزء من المشهد تتفرج في الذي يحدث. وإذا كان في حركة إذا كان في حركة ليست الحركة اللي تتبناها الحركة الإسلامية لأنها هي تعرف تماما إنه هذه المجموعة اليسارية إنه إذا 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 ظهرت الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني وهم قاموا الحراك ما ظهر في 30 يوليو الأخير. نعم. وبما عملوه شيطنة للشارع فبالتالي يمكن على حد كبير تكون خصما على حركة الشارع. يعني الحركة الإسلامية ومنظومات غير ما جزء من الذي يدور تماما إلا يكون بصورة أفراد لكن كمنظم وكخلف الحراك ويجيبوا الأكل للناس ولا يجيبوا الشرائب للناس ولا يصرفوا ما عندهم حاجة ذاته هم خلى لهم حاجة. نعم. من الـ من الـ من المصادرات التمت بواسطة التمكين إذا كان بالنسبة لأفراد أو إذا كان بالنسبة للحركة أو للمؤتمر الوطني. نعم. ما عندهم ذات عشان يجيبوها. فده الآن الشعب السوداني الذي ضاق ضاق تماما من هذه المجموعة بممارسة هذه المجموعة ومجموعة شلة يعني لا ما عندها وزن حتى. نعم. في المجتمع. طيب وبالتالي كان الرد بهذه الصورة. نعم. وتمثيل لصورة هذا المجتمع بطرق الصوفية بقبائله بتدينه بتماسكه حتى النساء الموجودات الحشمة الموجودة. نعم. في داخل الشارع كمشهد من المشاهد الموجودة في اعتصام. نعم. القصر الجمهوري. نعم. شفنا برضو يا دكتور المشاهد بتاعت واحد من التجار بتبرع بعدد 100 رأس من الماشية وتصل لميدان الاعتصام. شفنا برضو دعم يعني وتأييد من الناظر محمود ماديبو ناظر عموم الرزيقات ومكة الجمهورية المكة عجيب. يعني ده مشهد من مشاهد انه في إدارة أهلية ومجتمعية بدأت تكون جزء من هذا الذي يدور الآن بالقرب من القصر الجمهوري أو أمام القصر الجمهوري. لكن دكتور في كليب لوزير المالية دكتور جبريل إبراهيم وهو يعني مساء اليوم يتحدث لمنصة الاعتصام وحديث حقيقة فيه نقاط مهمة نعلق عليها نتابعها ثم نعود. لكن أنا عايزين نطمنكم تماما أن إحنا لا انقلابيين ولا دايرين نقلب على الديمقراطية. أنا ماشيين لصندوق الانتخابات وأنا مطمئنين تماما أن الجمهور ده هيقف معنا ما عندنا أي مشكلة في هذا الجانب. ولذلك إحنا الناس الخايفين من الصناديق هم اللي ما دايرين يمشوا الانتخابات. بعدين يا جماعة ما في ناس يطلعوا يقولوا لكم ده الفلول. أنتوا فلول يا جماعة؟ لا هم الفلول.
ما بيقولوا قلنا الناس الفلول، احنا ما فلول. الناس اللي بيقولوا الجماعه دي الفلول، الناس اللي كانوا قاعدين مع المؤتمر الوطني، بعضهم كان شغال مع صالح قوش. ايوه ده بيقولوا المعلومات كده. نحن في الحاش وفي الصحاري نقاتل، كان تجارتهم ماشية، أمورهم ماشية، عايشين مع نسوانهم. أنا مشردين من البلد 20 سنة، قدمنا أشقانا، قدمنا أبناء أشقانا، قدمنا أسرنا، قدمنا قبائلنا، قدمنا أهلنا كلهم عشان الوضع ده يتغير. ما في زول قاعد في حضن الحكومة السابقة يجي يقول لنا أنا فلول. المزايدة دي ما عندها معنى على الإطلاق، ولا في ناس قدموا تضحيات قدر اللي نحن قدمناها. عشان كده الثورة دي كل الناس ساهموا فيها، أي مواطن سوداني ساهم في الثورة دي، والثورة دي حق كل الناس. أي ناس عايزين يستأثروا بالثورة ويحتكروا مكاسب الثورة، هذا الأمر مرفوض تماما. لابد الأمر يرد إلى أصحابه، أنتوا اللي غيرتوا الحكومة السابقة وأنتوا أصحاب الحق، لازم تستردوا حقكم بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور، يعني ده الدكتور جبريل إبراهيم، هو وزير المالية. أول قبل ما نخش في تفاصيل ما قال، يعني وزير موجود في اعتصام بيطالب بحل حكومته وهو موجود في مجلس الوزراء، يعني دي كيف دي؟ أول شيء الأخ كروم، الآن اصطفاف بين مجموعة تؤمن بمجموعة من القيم والمبادئ في الممارسة الديمقراطية، وبتفتكر أن هذه الممارسة الديمقراطية لكي تستقيم لا بد أن يتم احترام لهذه القيم، سواء كان في العدالة، سواء كان في المكونات الأساسية بتاعت مكونات الدولة، وما يكون في تغييب متعمد للمؤسسات، بالذات فيما يتعلق بالجانب العدلي، إذا كان فيما يتعلق برئيس القضاء، المحكمة الدستورية، محاكم الاستئناف، النيابة وغيرها من المسائل المتعلقة بالمنظومة العدلية. أضف لذلك إنه الكلام ده يعني جبريل ما قاله اليوم وينحاز اليوم، وهو وزير في أنا كمية من المرات بسمع ليه انتقاد بصورة واضحة جدا للممارسات اللي بيتم. يعني أنا مرة سمعت ليه برضو تسجيل كان بيتكلم عن لجنة التمكين، قال أنا والله أنا ما ضد الأشخاص، لكن إحنا ضد الممارسة. أنا قال مع القيم والمبادئ، فإذا كان في قيم ومبادئ نحن نحترم هذه القيم والمبادئ، إذا ما في قيم ومبادئ ما نحترمها. حتى قال بصورة واضحة جدا إنه حتى قال باللغة الإنجليزية، قال absolute authority and power absolute corruption، اللي هو سلطة مطلقة فساد مطلق. نعم. ده بيعني الممارسات بتاعت لجنة التمكين. فقال ما ممكن لجنة التمكين إنها تكون عندها هذه الصلاحيات المطلقة وفي النهاية ما تكون فازة. فقال أنا ما ضد الأشخاص لكن ضد الممارسة. وهو بالتالي في هذه الحالة، ودي بالمناسبة بتوضح لك معادن الرجال. نعم. والناس اللي بيكون في النهاية ليس مع المناصب وليس مع 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 يعني الامتيازات الخاصة. نعم. فهو مع القيم والمبادئ، واللي هي دي فعلا اللي بتكون اللي يفترض انها تكون، يعني حتى بالنسبة للقحاتة دي لو كان اصلهم هم بيفكروا صح كان ممكن يفكروا التفكير ده. نعم. وهم اللي يتكلموا. الى الان الفرصة متاحة، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. لكن إلى اليوم إذا كان وجدي والله، إذا كان منعنا من القاهرة اللي هو هرب بيتكلم عن إنه هؤلاء الفلول وهؤلاء هم شوف العقلية دي. أنت الشارع مليان، الشعب السوداني ما فضل فيه زول، كله موجود في شارع غصب. أنت تجد فده الكلام بتاع خليل، أنا أفهمه تماما جبريل. أنا أفهمه تماما إنه هو جزء من الحكومة، وفي نفس الوقت لا، يعني ما الحكومة دي جاية نتيجة لشراكة معينة. نعم. وهم جوا الحكومة دي نتيجة للاتفاق التم في جوبا في أكتوبر 2020. فهو يعني بالنسبة له فليذهب. نعم. غير دكتور. نعم. دي مش مفاصلة، يعني أنا ما أعتقد إنه مثلا دكتور جبريل ممكن بكرة يمشي لمجلس الوزراء أو يكون في اجتماع، أو لو الوضع استمر بهذا الشكل حتى ولو فترة بسيطة. يعني هل دي تعتبر مفاصلة كاملة باعتبار إنه موقف حاد؟ إلى الآن طبعا هو يعني من ناحية أخلاقية، من ناحية وطنية، هو مكلف بـ 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 بأمر معين لا بد أن يؤدي مهامه كوزير في وزارة المالية، لكن هو يطالب بحل هذه الوزارة. إذا تم حلها بيكون أسعد الناس بهذه المسألة. المسألة الثانية،
يعني انا بالنسبه لهذه المجموعه يعني وهو ذكر الكلام ده يعني كان برضو كان سالوه السؤال ده وجاوب عليه بطريقه انا حقيقه ما عجبتني لكنه هو واقع واقع ووريك صدق هذا الرجل. فسالوا واحد قال له يا اخي انت زول في الحكومه ووسع لو شالوك او حيشيلوك يعني انت هنا. قال نحن يا جماعه جايين لهذه الحكومه وفق اتفاقيه جوبا اللي هي تنص فيها انه الحركات المسلحه في مناصب معينه محدده ليس من بينها وزير الماليه لكنها مناصب محدده حسب هذا الاتفاق. لكن دي منه الاستدراك ده منه. لكن اذا راوا الناس في الاتفاق يذهب حاجه فليذهب. نحن معانا نحن مع الوطن ولا بد ان يتم تصحيح هذا الوضع من اجل السودان وليس من اجل جبريل وليس من اجل مناوي وليس من اي جهه من الجهات. دكتور كلام جبريل حنرجع له في جزئيات مهمه لكن نحن الان معانا اتصال من محمد عثمان حمدت عضو اللجنه المنظمه لاعتصام القصر الجمهوري وعضو المكتب السياسي لحركه العدل والمساواه. استاذ محمد عثمان مرحب بك وليتك تضعنا في أجواء اعتصام القصر الجمهوري حتى هذه اللحظة. مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين الكرام على تلفزيون الضيفة. مرحب. تفضل. نحن في الحديث الصغير ذهبنا اتجاه القصر الجمهوري اعتصام لانسداد الأفق السياسي في الدولة السودانية نتيجة لاختطاف بعض القوى السياسية التي ليس لديها أي وزن سياسي في الدولة السودانية. تم اختطاف الحرية والتغيير من أربع أجسام سياسية قادوا الدولة السودانية للوضع الحالي. لم يحصل أي تغيير في الدولة السودانية بعد سقوط النظام نتيجة لاختطاف المشهد السياسي من بعض القوى السياسية. نحن الآن أمام القصر الجمهوري، جئنا للقصر الجمهوري لنحتكم فيه للقصر الجمهوري لمكانته، ولم نأتي للقصر الجمهوري للعسكري من دول الرفاق في الحرية الصغير الجانب الآخر، بل جئنا لرمزية المكانة. لرمزية المكان يا محمد يا محمد حضرتم لرمزية المكان المطالب شنو؟ المطالب التي يجب ان تنفذ المطالب اللي نحن قاعدين ندعو لها. نعم نحن اكثر شجاعة للاخرين لذلك طالبنا بحل الحكومة رغم اننا نحن نجيب من هذه الحكومة وفي شجاعة منا طالبنا لأن الوضع الحالي وصل لانسداد لا يمكن معالجتها الا بحل هذه الحكومة الكريمة. هل هذه الحكومه لا يعني انه نحن متمسكين بالوثيقه الدستوريه متمسكين بالفتره الانتقاليه الموجوده متمسكين بالانظمه الموجوده ذاتها بناء على اتفاق جوبا وبناء على الوثيقه الدستوريه اللي وقعوها الرفاق رغم اختلالها ورغم انه عدلوها كذا مره. الفترة الانتقالية يا تا يا محمد الفترة الانتقالية يا تا يعني ما هي الفترة الانتقالية دي حتى الآن ما محددة وما معروفة يعني الناس بتكلموا عن إنه في باقي لها سنتين في ناس بتكلموا بعد اتفاق جوبا يعني الفترة الانتقالية يا تا اللي أنتم متمسكين بها اللي هي حدها وين يعني؟ الفترة الانتقالية موضحة الفترة الانتقالية موضحة في الوثيقة الدستورية وبناء على اتفاق جوبا الفترة الانتقالية مدة 3 سنوات اللي هي حتنتهي التي ستنتهي في أي تاريخ يعني؟ لانه في حديث عن الانتخابات يعني من ضمن المطالب يا محمد انه في حديث عن الانتخابات فالناس ملتبسه عليهم النقطه دي. هل الانتخابات مبكره؟ هل الانتخابات في الفتره المحدده؟ والفتره المحدده دي اتى يعني عشان تكون الصوره واضحه يعني نحن متزنين بالفتره الانتقاليه بفترتها لان الانتخابات تقام في نهايه الفتره الانتقاليه. نعم في نهايه الفتره الانتقاليه لجوء تنفيذ بنود الانتخابات الثلاث ومشاركة النازحين واللاجئين في انتخابات القادمة لأنهم من حقهم أن يشاركوا ودمج القوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني متحول لحجاب الحركات المسلحة لحجاب سياسية مشاركتها في الانتخابات القادمة. نعم طيب يا محمد التزييد بنشيطة نعم الاعتصام يعني التزييد بنشيطة طيب الاعتصام إلى متى سيستمر الاعتصام؟ هل مفتوح؟ هل محدد بتحقيق المطالب؟ سيستمر الاعتصام الشعب السوداني امام القصر الجمهوري لحين
حل هذه الحكومة لتكون حكومة تبني غراب. نعم. طيب في دعوات نحن مطالبنا واضحة أن يتم حل هذه الحكومة، نعود لمنصف التأسيس، نعود لمنصف التأسيس اللي أغرتها الوثيقة الدستورية وخرطوها الأحزاب السياسية بأن يتم تكوين الحكومة بحكومة تبني غراب. نعم. طيب في حالة عدم الاستجابة يا محمد، في حالة عدم استجابة للمطالب، ما هي الخيارات الأخرى؟ تستمر تضعيفنا أمام القصف الجمهوري ولن نعود إلى طيب إلى أن تحل هذه الحكومة. في دعوات ل 21 أكتوبر، وما أدراك ما 21 أكتوبر باعتبارها ذكرى لثورة أكتوبر. إنتوا وين من هذه الدعوة يعني، ومن هذه الدعوات التي بدأت تخرج للخروج في 21 أكتوبر؟ نحن أكثر ديمقراطيين من الرفاق في الطرف الآخر. نحن يحق لكل مواطن سوداني إنه يمارس عمل السياسي وحريته بدون يخرج. نحن مع الاحتفال بذكرى 21 أكتوبر دعمين لهذه الذكرى، لأنه ذكرى مجيدة بالنسبة لنا، ونحن لن نخون رسالة من الآخرين. نعم. لن نخون رسالة ولن نبردهم كما فعلوا اتجاهنا يوم أمس. لن نمارس هذه الأساليب المشينة. طيب محمد، تشتغل لأنه أي إنسان ديمقراطي يمارس. نعم، أخ محمد، يعني ختاما كده، أنا دايرك تصوري المشهد الآن داخل الاعتصام، يعني كيف هو المشهد الآن؟ نحن الآن كيف شيء كبير جدا أمام قصر جمهوري بعد الآلاف، والآن حاليا في الخطوط من الولايات قادمة للخطوط للأنظمة هذه المسيرة، سيستمر الاعتصام لحين حل الحكومة. الآن كل المواطنين موجودين وضايقين في مكان الاعتصام منذ أمس، سيستمر هذا الاعتصام لحين حل هذه الحكومة. نعم. خير عادل إن شاء الله، نتمنى إنه في دولة رئيس الوزراء أن يستجيب للشعب السوداني. نعم. الذي خرج. شكرا شكرا جزيلا محمد عثمان حمدت، عضو اللجنة المنظمة لاعتصام القصر الجمهوري وعضو المكتب السياسي لحركة العدل والمساواة، كنت معنا من اعتصام القصر الجمهوري. دكتور، تعليق على حديث محمد عثمان حمدت في أنهم مطالبهم حل الحكومة أو الاستمرار في الاعتصام. نعم. تعليق منك. تحية لأخ محمد عثمان، وتحية لكل المعتصمين في الميدان، والتحية له وهو يبشر الشعب السوداني بقدوم الولايات والجهات المختلفة لكي تشارك في هذا الاعتصام. وده بالمناسبة هو اللي حيدي مفعوله وحيجبر إذا كان رئيس الوزراء أو غيره لحل هذه الحكومة. أنا بفتكر في مجموعة من النقاط كان من خلال نقاشك أحب أعلق عليها. نعم. أول شيء بصورة واضحة جدا أنه هو قال هيستمروا في الاعتصام إلى حل الحكومة، وانت قرنتها طوالي إذا ما حصل حل الحكومة. أخ ويس، أخ كروهم، تقريبا المطلب بتاع حل الحكومة هو ليس مطلب هذه المجموعة التي تقف الآن في داخل التي تقف في داخل او تعتصم في الـ في الـ في الـ في القصر الجمهوري. نعم. نعم. انما هي دعوة القوات المسلحة كذلك. نعم. لانه هم كذلك ادركوا يعني سرقة هذه الثورة بواسطة هذه المجموعة المحدودة، وكان مغلوبا على امرهم زي ما ذكرنا في بداية الحديث باستخدام الشارع ضدهم. نعم. الان الدعوة ليس من هذه القوة السياسية الموجودة في ميدان الاعتصام، إنما تجد دعم وسند كامل من القوات المسلحة ومن مجلس السيادة، بالذات من الشق العسكري في 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 مجلس السيادة. وبالتالي الأقل الخيارات أو على الأقل الأقل الخيارات خسارة حقيقة زي ما بقرأه أنا، إنه يستجيب حمدوك لحل هذه الحكومة. لأنه إذا استجيب حمدوك بحل هذه الحكومة، هي صحيح يعني بيكون يعني خيار مريح على الأقل بالناس يتجنبوا كمية كثيرة من الإشكالات التي قد تحدث من ناحية سياسية ومن ناحية قانونية، وبيصل فيها جدل كثير يعني. نعم. لكنه أسوأ ما في هذا الخيار إنه حمدوك حيكون جزء من المشهد. ده خطر على المشهد؟
تماما مش خطر على المشهد. يعني الفشل طيلة السنتين الماضيات بصورة أساسية لهذا الشخص الذي كان بيدعي بأنه خبير وأصبح أنه إمكاناته محدودة جدا. لكن دكتور ما برضو في ناس يعني بيقولوا أنه هو مغيد بالحكومة مغيد بالحاضنة السياسية وهي حجمته في أنه يكون على الأقل شخص قومي. يعني في بعض الناس ينتظروا منه إلى إذا كان يعني تحلل من هذه يا أخي ممكن يعني. ممكن المسألة دي تبقى لكم شهر لكن لهذه الفترة طولت فترة سنتين والسنتين التدهور الماشي بصورة مريعة. يعني حتى هم لو ما قالوا امشي لو عنده ذرة من الوطنية كان قدم استقالته وقال يا اخواننا مع السلامة. لكنه هو حقيقة جاي لأجندة غربية تماما جاي للكفل بتاعنه بينفذ السياسات وهم جابوه حمدوه قدم انه كان بيعرفه صحيح كانت قبل الانقلاب يعني ظهر اسمه عندما كان داري يبونس الانغاز وزير المالية لكن في النهاية اصبح يعني بامكانات محدودة جدا او على الاقل ضعف اداري غير عادي يعني بصوره غير عاديه. فبالتالي هو جزء اساسي من هذه المشكله فلا بد من ذهاب عمدوك على الرغم من التعقيدات. ذهابه هو حله للحكومه بكثير من التعقيدات بتذهب. لكن اخ كروم يعني نربط الكلام ده مع اللي قلت لك انه ده مطلب بتاع المجلس السياده زائدا هؤلاء المجموعه الموجوده الان يبقى اذا ما تمت الاستجابه من حمدوك بحل الحكومه يبقى البرهان اللي هو رئيس مجلس السياده يحل هذه الحكومة مش يحل الحكومة يعني حلا يعني باعتبار انه انقلاب عسكري كمان حازت القوات المسلحة واللجنة الأمنية في أبريل للشعب السوداني. هذا هو الشعب السوداني وزي ما قلت لك قبل في كلام الحديث أنا ما عندي شعبين ده شعبي واحد وهو الآن موجود تنحاز القوات المسلحة لهذا الشعب الموجود في الميدان الآن ويطلب من القوة الموجودة تقديم شخص بأنه يكون هو رئيس الوزراء ويتم بتكليفه بتكوين حكومة يتجنب الأخضاع بتاعت القحادة وتصحيح الموقف بأنها حكومة بتاعت كفاءات وتكنوقراط يتفقوا فقط على المعايير التي تنطبق على أمس هؤلاء الأشخاص ويكون فيما بينهم كلهم الاتفاق على هذه المجموعة. دي أنا أفتكر من الأشياء المهمة جدا. المسألة الثانية 21 أكتوبر واللي بيحددوه بالجماعة ديل دين ما شفت حتكون لو حصلت حتكون زي المسيرة بتاعت الاتحاد الاشتراكي سنة 86 عندما 85 سقوط نميري عندما حاول الاتحاد الاشتراكي انه يسماها مسيرة الردع فكانت هي القاسم بتاع الظهر البعير والتي خلت الشارع كله يطلع ودي حتتكرر نفس الآن إذا وما حينتبهون ما بعرفوا الناس زي يشتغلوا سياسة بالمناسبة فحيمشوا ويقولوا في 21 أكتوبر وإلى آخره وحيظهر لهم العوار وما حتجي إلا عضويتنا الملتزمة وجزء من عضويتهم الآن الأخ ويس قاعدين من هنا كفروبين زي ما في سنة في 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 أبريل في أبريل جزء من المؤتمر الوطني كان في الحراك فالآن جزء من الجماعة دي قاعدين في الحراك الآن ما عندهم عضوية. المسألة الثانية 21 أكتوبر الجماعة دي ذاتهم الجماعة المعتصمين الآن قدام القصر الجمهوري إذا كان لحد 21 أكتوبر ما 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 تم حل يحتفلوا هم ذاتهم ب 21 أكتوبر في محلهم ده شايف ما حق ما حق 21 أكتوبر ده حق الشعب السوداني يقول الشعب السوداني نعم هي صار حق الشعب السوداني يعني ما في شخص يقدر يدعي انه هي يعني ملك له او هي تاريخ في النهايه وتاريخ مرتبط بتاريخ عظيم يعني للشعب السوداني. دكتور ننتقل لمحور ثاني لكن في نفس الاطار دكتور جبريل ابراهيم وزير الماليه يبدو انه ليه ضيف يعني في كثير من المحطات عندنا بيطالب بحل الحكومه وبيقول انه ده المخرج يعني الوحيد انه تحل الحكومه اللي هو جزء منها يعني حتى في الإطار العام ده إنه هو يحل يعني يطالب بذلك بحسب ما قال يعني نشاهد هذا المقطع ثم نعلق عليه إن شاء الله. رئيس الوزراء له السلطة هو الذي تعطيه الوثيقة الدستورية تشكيل الحكومة وتعطيها أيضا سلطة اختيار الولاة وبالتالي عنده مساحة للحركة يستشير من يشاء ويستمع إلى من يشاء ولكن القرار النهائي سيصير قراره وبالتالي يجب ألا يضيع هذه الفرصة يغتنمها تماما ويمتص الاحتقان السياسي الموجود الآن في البلاد ويحل الحكومة ويبدأ في يشرع في إجراء مشاورات واسعة لتشكيل حكومة كفاءات
ذات قاعدة عريضة ترضي الشعب السوداني وتسعى لإجراء الانتخابات في مواعيدها. نعم دكتور، تعليق يعني مختصر عشان نمر في كل الموضوعات اللي طارحينها لدكتور جبريل. هو يطالب رئيس الوزراء بحل الحكومة ويقول انه دي فرصة يجب ان يغتنمها وانه ده من حقه وده الحل الوحيد اللي يعني ابعاد البلد من الاحتقان السياسي والانفجار. ده حديث دكتور جبريل وزير المالية، كيف تعلق؟ طبعا كلام زول سياسي وناضج وبقرب الاحداث بصورة موضوعية وبصورة واضحة جدا، يعني يشوف الوقائع على الارض، القوى الموجودة على الارض، الاصطفاف الموجود على الارض، وبالتالي هذا الاصطفاف انه حله ان هذا الرجل اللي قدر الاغدار خطته في هذه المسألة. للاسف الشديد هذا الحمدوك يعني زي ما ذكر الاخ جبريل انه الان هو من صلاحيته يحل الحكومه، زي ما من صلاحيته يكونها، وبالتالي اذا عمل هذه المساله بيجنب البلد كثير من الـ من الـ من الاشكالات ومن المآزق اللي قد تدخل فيها. وده بالمناسبه انا بلاحظ كبير جدا هذا الرجل ما بفتكر انه حيعمل المساله دي. حمدوك نعم حمدوك ده مش برود مخل. وهو رسل لو كان يعني ذول بحس وعنده احساس بالمسؤوليه وباحساس الوطنيه ما كان قاعد الان في هذا الوضع المزري، ما كان الحكومه دي خلاها قاعده لحد الان في هذا الفشل المتراكم والمتتالي، اذا كان في الجائحه بتاعت كورونا، اذا كان في الجانب الصحي كله، اذا كان في جانب التعليم، اذا كان في جانب الاكل، اذا كان في جانب الكهرباء. شنو الجانب الميزه الوحيده الموجوده اللي بيتكلم عنها حمدوك؟ غايه ما يتكلم به ويقول ان انجزنا ويغش في نفسه، ما بغشنا نحن. نعم يتكلم لك عن نحن والله عدنا نفسنا للمجتمع الدولي واصبحنا جزء من المجتمع الدولي، وانه حيتحلحل الديون وح طوالي بصوره مستمره ح وسوف سوف. نعم ما في فعل عملنا والله نحن عملنا الان زول متفائل يا دكتور. متفائل لامتين يا اخي، متفائل لامتين يا اخي بتاع لحد ما تقوم القيامه ولحد ما البلد الان انتهت يا اخي. كل شيء الوضع صعب. نعم ما في انتهى دكتور. برضو في الجانب ده دكتور جبريل برضو تحدث عن انه ما في خلاف بين حمدوك والبرهان، وانه خلاف سياسي بحت، وانه هو ليس خلاف شخصي ومرتبط بامر شخصي، وانما خلاف في كيفيه اداره الدوله، وقال انه السبب في ذلك مكونات الحكومه وغحط اللي سماها، قال انها اختطفت الثوره وهي اللي بتهاجم الجيش بصوره مستمره، وانه الخلاف سياسي. نتابع. أعتقد أن الرجلين يحترمان بعضهما بعضا ويتصلان ببعضهما بصورة مستمرة ويلتقيان أيضا بصورة مستمرة، فليس هنالك خلاف شخصي بين الأخ رئيس مجلس السيادة والأخ رئيس مجلس الوزراء، ولكن هنالك خلاف في طبيعة تكوين الحكومة المركزية، في طريقة بعض مكونات قوى الحرية والتغيير اللي نحن نعتقد أنهم اختطفوا ثروة الشعب السوداني، في طريقة تعاملهم مع قيام المجلس السيادي أو مع بعض أعضاء المجلس السيادي هنالك خلاف في هذا، وبعض الملاسنات التي قد تكون اطلعتم عليها عبر شاشات التلفاز وهكذا. ولذلك الخلاف ليس بين الشخصين أو بين القيادتين، ولكن ما وراء القيادتين من قوى السياسية الآن موجودة في مجلس السيادة أو في مجلس الوزراء وفي مواقع أخرى مثل لجنة التمكين وغيرها. نعم دكتور جبريل إبراهيم يتحدث عن الخلاف بين البرهان وحمدوك، يقول إن هو خلاف في إطار السياسات وليس خلاف شخصي، وكأنه يعول على ثنائية بين البرهان وحمدوك لتجاوز هذه المرحلة. كيف تقرأ ما قاله دكتور جبريل؟ والله يا أخي شوف، نحن برضو في الحتة دي حقنا أخذ لنا نظرة شوية لورا. حمدوك ده وقت جه في البداية بغض النظر عن الجهة جابته مني عشان ما نطول في الكلام، لكن بخلفيته الشيوعية واليسارية حمدوك نعم، وكان في البداية غريب من هذه القوة بما فيهم، وكان أقرب الحزب الشيوعي واليسار بصورة مجملة، وبالتالي في البداية كان الانقسام اللي كان حاصل بين قوى والمواجهة كانت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري قبل ما يتم توقيع الوثيقة الدستورية،
كان حمدوك إلى حد كبير جدا الجماعة ديك المدنيين ديل استمالوه بصورة كبيرة شديدة يعني. نعم. بعد الكمية من المياه كثيرة سارت تحت الجسر، بدأ العساكر يتعاملوا إلى حد كبير جدا مع حمدوك باعتبار أنه هو رئيس وزراء، ويمكن يكون القحاتة مالي اللي هو راسه بأشياء كثيرة جدا، لكنه بدأ يكتشف أنه كثير من الأشياء اللي بيقولها الناس دي غير صحيحة. نعم. وبالتالي هنا بدأ التقارب بين حمدوك وبين العسكريين. العسكريين. نعم. وصل إلى حد دعوته للقيادة العامة. نعم. وخاطب الجيش في القيادة العامة، ونظموا له زيارة لكل منظومة الدفاعات العسكرية والدعم السريع. الدعم السريع. نعم. كل المسائل دي نظموها له، وكان حتى أفتكر في هذا الاستوديو تم التعليق على هذه المسألة اللي هو الانقلاب بتاع حمدوك على الحرية والتغيير. دي نقطة كنت أوقف فيها دكتور، في نعم. في حديث عن أنه في توافق بين العسكريين وحمدوك لتجاوز هذه المرحلة، إلى أي مدى هذا الحديث صحيح؟ يعني كانت المؤشرات قبل الفترة الأخيرة ماشي في هذا الاتجاه، لكن على الأقل المماحكة اللي حصلت بعد المواجهة اللي حصلت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بصورة واضحة جدا في تصريحات حميتي حمدوك زي البدأ ينحاز مرة أخرى للحرية والتغيير. نعم. يعني لو كان هو أصلا التقارب ده مشى لنهاياته كان يفترض بصورة طبيعية جدا أنه الآن يتحمس لحل هذه الحكومة، لأنه من صلاحياته حل الحكومة طبعا. يتحمس لهذه المسألة ويحلها، وده كلام أشار دكتور جبريل. نعم. ودي المسألة اللي بدأت الآن يعني بقت غير مفهومة، أو على الأقل يعني حتى كلامه على التمكين في خطابه الأخير كان بيختلف عن الأول. في خطابه الأول بدأ كان بيتكلم عن الـ عن عن الـ 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 الممارسات غير القانونية. جاء في لحظة من اللحظات بعد بالذات 30 يونيو والممارسات السخيفة والغير منضبطة والخروج على القانون بعد 30 يونيو واستخدام كتائب حنين. والممارسة المرسدة واللي كانت كتائب حنين ولجنة التمكين كان لها دور كبير جدا في إفشال 30 يونيو الأخيرة. قام اليوم الثاني مشى حمدوك زار لجنة التمكين، مشى لهم في محلهم هناك. يعني عاد للنقطة الصفر من جديد. وحتى خطابه الأخير، خطابه الكارثة الأخير. الذي يعني كان في 15 15 أكتوبر. أكتوبر. يعني يريد أن ينسب بعض الفضل للجنة التمكين ويعود لنفس المربع الأول اللي كان فيه بعد ما كاد أن يكون جزء من المكون الثاني، المكون العاقل الذي ينظر للسودان. لكن يا أخي أنا والله يا حمدوك ده ما رأي خيرا فيه. يا أخي ذول قدومه للبلد دي ويجي يطلب من الأمم المتحدة إنها تخلي السودان في البحثة استخدام البحثة الأممية اللي هو يا السودان تحت الوصاية تحت البند. لكن دكتور ما بيقدر موافقة العسكريين يعني شنو؟ العسكريين برضو وافقوا على الحاجة دي مرروا يعني. لا ادعاهم منه لحد ده الماجد. لا حمدوك. لا نوريك العسكريين موقف العسكريين كان العسكريين يعني. مش وافقوا العسكريين مش يستعينوا ما هو زي ما بيستعين بالخارج مش هون يستعينوا بإسرائيل. إسرائيل نعم. ده الصراع كان ده في إطار الصراع الداخلي. نعم. بكل واحد للأسف الاثنين مع بعض دخلوا انتهوا من حاجة اسمها سيادة في البلد. يا أخي أي مكتب من المكاتب تلقى فيه وزير معين وفيه وزير مستشار من برا يا أخي حكاية ما معقولة. نعم. أصلا نعم. مكتب حمدوك ده الآن أمم متحدة والمرتبات برضو من برا يعني دولارات وكده. طبعا دكتور برضو في نقطة تانية أشار لها الدكتور جبريل إبراهيم في موضوع حل الحكومة بضرورة ربطها بالمفاوضات. نشاهد. أنا أعتقد أن حل الحكومة سيمهد للجلوس للتفاكر في علاج المشاكل التي أمامنا، لأن الذين اختطفوا الحكم غنموا غنيمة كبيرة والآن يستأثرون بهذه الغنيمة ولا يريدون التفاوض مع الناس. فبحل الحكومة ستذهب هذه الغنيمة، وبالتالي ستتهيأ البيئة للحديث مع بعض. ولذلك أنا أعتقد أنه مهم جدا الأخ رئيس الوزراء يحل الحكومة حتى يمهد لهذه المحادثات. دكتور ربط المفاوضات بحل الحكومة كيف تقرأ مع هذا؟ طبعا كلام عاقل جدا يعني. هو طبعا ناس الحرية والتغيير الوضع الموجودين فيه الآن ويدركوه تماما إنه هذا الوضع الموجودين فيه لا بيجيبوا لون انتخابات ولا إذا حلت الحكومة دي هم تاني حيلقوا، لأنه واضح الطرح من 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 قحتته واضح إنه على الأقل الاختطاف اللي تم من الـ للثورة ما حيرجع تاني للجماعة دي. وتصور بصورة واضحة جدا وعقلانية جدا إنه فترة الانتقال يا أخواننا ما فترة تحت أحزاب،
فترة بتاع التكنوقراط، الأحزاب تستعد في فترة الانتقال عشان تجهز نفسها للانتخابات، وكل الأشياء اللي بتتم في فترة الانتقال ما قوانين ولا المسائل اللي هي اللي كان بيعملوا فيها الجماعة ديل عشان يمرروا كمية من الأشياء قبل ما تحصل الانتخابات. فالجماعة ديل الغنيمة دي ما يعني ما حيخلها بسهولة. لكن برضو أخ أنا آسف أكرر كلام قلته مبارح، لكن يعني هو مقامه الآن. الجماعة ديل بالمناسبة خوف من الحل الحكومة ليس فقد المناصب فقط، لكن خوف من البشاعة اللي عملوها والجرائم اللي ارتكبوها واللي حيحاسبوا حولها. ده واحد من الأسباب الأساسية جدا اللي هم المتشبثين، وحيصبحوا يقاتلوا إلى النهاية، لأن الممارسات اللي مارسوها ضد الناس هم ماسة أمامهم قدامهم بصورة تمام. إذا يجيبوا بروف زي بروف محمد مامون حميدة يرموه في زنزانة جلابيته أكثر من 20 يوم متسخة، ما يجيبوا له حاجة وما يسمحوا له بيع حاجة عشان يغير حتى جلبابه، عالم في غابة مامون حميدة. وكمية الممارسات البشعة، إذا كان في كان محلة الأسكلة بواسطة كتائب حنين أو ما يمارس في داخل النيابات بتاعت لجنة التمكين، ده كله الآن قاعد في أذهان. والأموال اللي نهبوها والمليارات اللي كان بيتكلموا عنها دي كلها ما هتكون محل سؤال. فهم الآن مش حكاية يفقدوا الكعكة بس، ما بعد الكعكة. عشان كده لكن كلام جبريل بصورة واضحة جدا إنه ده الوضع الطبيعي، إنه التفاوض. وهم عشان كده ما يعني ما يا جماعة نحن والله ما دارين نقصي الجماعة ديل، ما دارين نقصيهم، نحن دارين نصحح الوضع ده، إنه يبقى السودان للسودانيين، لا ما لليسار للبعثيين ولا للشيوعيين ولا لتجمع المهنيين. السودان ده للسودان كله. نجي نقعد فيما بعض نفكر في المعايير اللي بتخلينا ناس على الأقل بالمنطق والعقل يكون حاضر. يعني برضو ما يكون حوار طرشان. يعني مرات انت تيجي تحاور زول يبقى الزول يحاورك من أجل الحوار، ليس عشان يوصل لحل. جبريل واضح انه هو حوار بتاع ناس عقلاء من أجل الوطن. الناس الأشياء اللي قدامنا يتناولها بصورة موضوعية. يا أخواننا والله احنا دايرين الانتخابات دي بعد 6 شهور. والله يا أخواننا 6 شهور ما ممكن، لأنه ما عندنا ميزانية، ما عندنا قروش ليها. والله يا جماعة الزمن قريب، والله يا جماعة الخريف يعني أشياء موضوعية الناس يتناقشوا في أشياء زي دي. لكن ما يبقى كنكشة ويبقى استئثار بمناصب من أجل الوطن. ما في واحد فيهم نستعى الجماعة دقة حدا، كلهم بيتكلم عن الوجع والألم اللي بيعانوا منه المواطنين. يا أخ كرومي يا أخي نعم. واضح يا دكتور، يعني نقطة أفتكر أنه ما تحتاج كلام كثير. طيب دكتور بكلمة، هل الحل في حل الحكومة ده المتوقع يعني؟ عشان ننتقل لملف أخير. ما في غيره، لازم تحل الحكومة إما بواسط حمدوك أو بواسطة البرهان بعد ما يتفق مع الجماعة اللي يقدموا الزول اللي بيكولون حكومته. نعم دكتور، في محور آخر، أزمة الشرق، إغلاق الشرق وما تخلق من ذلك من أزمات اقتصادية ومعيشية، قلاء في الأسعار، ارتفاع في الأسعار، أزمات أخرجت الطلاب في كثير من المناطق في مظاهرات طلابية فيها في مناطق كثيرة، يعني في الفاشر، في دونغولا، في الخرطوم، بسبب الخبز والأزمة الاقتصادية اللي جاءت مع بداية العام الدراسي. ودي أزمة كلها في أولها وأخيرها هي مرتبطة بأزمة الشرق، لأنه زادت الضغط على الضغط الموجودة. في الجانب ده معنا الأستاذ عاصم إسماعيل المحلل الاقتصادي الصحفي والمحلل الاقتصادي. مرحب بك أستاذ عاصم. والأزمة الموجودة في السودان، الأزمة الاقتصادية وإغلاق الشرق، ما هو الربط بينهم يعني؟ انا والله لو سمعتك كويس يكون يعني الصوت شويه كده ما واضح، لكن شكرا جزيلا. يعني محمد، انا افتكر انه يعني السبب الاساسي، خلينا نشخص اول حاجه المشكله، انه يعني ادت الى اغلاق الشرق وحدوث يعني ازمه اقتصاديه، انه اساسا يعني هي مشكله سياسيه في المقام الاول. عدم التفات الحكومة الانتقالية للأوضاع الهشة التي تعيشها بعض الولايات خاصة شرق السودان، هي التي أدت إلى إغلاق الميناء الرئيسي بالنسبة للسودان. وهذا الميناء هو الذي يعتمد عليه السودان بصورة كبيرة جدا في انسياب السلع الأساسية. إذا علمنا أن السودان يستورد حوالي 3000 سلعة
يعني من الخارج، وهذه 3000 قلعة يعتمد عليها السودانيين بصورة كبيرة جدا في معاشهم اليومي، ولذلك قفل هذا الباب بعد أن احتج المحتجون في الشرق، وأصبحت البلاد تعيش في أزمة اقتصادية لأن الحكومة الانتقالية الحالية لم تفعل هذه الموارد الداخلية، والسودان يزخر بموارد كثيرة جدا ولكنها أغفلت هذه الموارد الداخلية واتجهت إلى استيراد من الخارج، حجة أن البلاد غير الآن بالنسبة لهذه الموارد الداخلية. وحينما تم إغلاق الميناء الرئيسي من قبل القبائل الموجودة في شرق السودان، يعني عانى المواطن والآن يعاني أكثر بسبب أيضا احتجاجات داخلية، يعني اعتصامات داخلية قرب القصر الجمهوري، أم أيضا عملت على إغفال كثير من الطرق المؤدية أيضا إلى مناطق الإنتاج والاستهلاك، وهذه الأزمة أصبحت أزمتين، والآن المواطن السوداني يعيش في أزمات ويعيش في أو تردي للخدمات ويعيش في يعني حالات يعني نفسية سيئة جدا، خاصة وأنك حتى وإن يعني امتلكت مبالغ لم تجد ما تشتريه من السلع الأساسية، خاصة الخبز والدقيق والغاز والوقود وما شابه ذلك من السلع الرئيسية. والوضع في السودان أعتقد من الناحية الاقتصادية وضع حرج جدا الآن، ربما يقود إلى كارثة حقيقية كما قال كثير من الناس المختصين، وربما أيضا يقود إلى ثورة جياع، لأنك تمتلك يعني حينما تتحصل بقروش لا تجد بها تشتريها من السوق، ولأنه كثير من أستاذ عاصم يعني معلش الوقت يداهمنا، لكن يعني الحلول شنو الآن؟ الشرق ما زال مغلق، أنت بتتكلم عن نقاط يعني حقيقية موجودة في بيعيشوها الناس بشكل يومي، ما هو الحل إذا استمر إغلاق الشرق؟ يعني الحل شنو الآن؟ والله أنا أعتقد أنه الحل الماثل أمامنا الآن أن تقدم الحكومة الانتقالية تنازلات كبيرة جدا من أجل المواطن السوداني، أن تقدم أيضا الحركات الحل السياسي يعني على سلام. نعم حل سياسي، نعم هي هذه المشاكل السياسية هي التي أدت إلى الأزمات الاقتصادية، يعني لولا هذه الاحتياجات السياسية والاحتياجات التهميه، يعني هناك بعض القرارات وبعض القوانين وبعض الاستراتيجيات السياسية لحل لوضع حلول لقضايا اقتصادية لم تفعل بعد. يعني هنالك كثير من يعني مثالا الشرق الآن لماذا أغلق ميناء بورسودان؟ أغلق ميناء بورسودان كما قال الزعيم القبلي الموجود في شرق السودان أن المنطقة الشرقية تعاني من التهميش، من عدم التنمية ومن الصحة ومن التعليم ومن سوء وتردي الخدمات، رغم أن هذا الميناء يدخل كثير من الواردات إلى السودان، ولكن الشرق لم يستفيد من الرسوم ومن الضرائب ومن رسوم الميناء وهكذا. رغم أن هنالك شركات كثيرة جدا، شركات تعمل في مجال التعدين، ولكن لا تستفيد منها تلك المنطقة الشرقية من البلاد. ولذلك يعني الأزمات كلها الاقتصادية هي بسبب القرارات السياسية وبسبب الأجندة السياسية وبسبب المحافظات وبسبب الصراع على الكراسي. هذه معلومة جدا بالنسبة لكثير كل السودانيين. عاصم إسماعيل المحلل السياسي والمحلل الاقتصادي والصحفي، شكرا جزيلا لك. دكتور خالد، أخيرا الأستاذ عاصم إسماعيل بيتكلم عن إنه في 3000 سلعة يعتمد عليها السودانيين بشكل يومي في حياتهم ومعاشهم، الآن بتتوقف وبتمنع وبيحرم منها السودانيين بسبب المشكلة السياسية الموجود في الشرق، كيف تقرأ هذا الأمر؟ والله أنا أتفق معه تماما فيما ذهب إليه، وثورة الجياع قادمة إذا لم يتم الحل، وهو بيقول إنه الحل لابد أن يتم تضحية، مش تضحية حقيقة، الحل اللي رفعوه ناس الشرق نفتكر، ويمكن المسألة تنفرج الليلة قبل بكرة إذا تمت الاستجابة اللي مطلوبة اللي هو حل الحكومة. يعني الآن أصبحت ليس مشكلة الشرق، الآن هو أصبح حل الحكومة. فحل الحكومة إذا تم أنا متأكد إنه بكرة ترك حيرفع ال 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 حيفك ال إغلاق الطريق، وحتنساب كل هذه السلع لداخل السودان، خاصة إنه البلد ما ناقصة يعني. تماماً. في ظرف صعب. تماماً. بعدين أخي ويس، والله نحن على الأقل يعني هذا المشهد يعني يوري البؤس بتاع هذا الجزء المدني اللي في طرف الحكومة،
ومقدراتنا المحدودة. يا أخي ما ممكن في فترة انتقالية أنت تعمل لك مشاكل مع المكون العسكري. يعني أبسط حاجة كان ممكن الاثنين مع بعض، لأنه أنت الجانب المدني ده الحكومة دائما بتكون بتسيطر على الناس وبتوجه الناس بشنو بالأجهزة الأمنية. يعني أنت تستخدم الأجهزة الأمنية ده كل واحد في وقته وفي محله. لكن أنت بتبقى مدني وتعمل إشكال مع الجانب العسكري، فبالتالي يتفرجوا فيك وانت ما عندك خبره ما عندك فهم، ما بيبقى ده الوضع. ما في طريقه الان. كل المبررات لو ما في الا ازمه الشرق لابد ان تتحل ازمه هذه الحكومه عشان تتحل ازمه الشرق. مظاهرات طلابيه دكتور، مظاهرات طلابيه اللي انتظمت في الخرطوم الفاشر وبعض ودي كلها لو ما تم الحل بصوره سريعه قبل 21 اكتوبر كلها حتصل الخرطوم هنا كلها، والمش الجزء اللي بيصل الخرطوم بيصل الخرطوم، والما بيصل الخرطوم حيتم الاحتلال بأمانات الحكومة في كل أرجاء السودان. الآن الشعب كفر بهذه الحكومة تماما، فهؤلاء الرجل والدهماء اللي هم أربعة حقوا يا أخواني يبقوا عاقلين شوية، لو ما عاقلين الناس يعقلوهم يعني للأسف الشديد. يعني دكتور خالد حسين الباحث والمحلل السياسي كنت ضيفا علينا اليوم، شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من المشهد السوداني، حتى جديد الملتقى في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.